نرجع مرة تانية لذكرى استعادة سينا وأرض سينا، وإحنا بنتكلم عن هذه الصورة وهذه الذكرى وهذا المشهد. لازم نبص دلوقتي لسينا. سينا الحقيقة اللون الأخضر يكسو رمالها. عادت مرة تانية مزارع الشعير، القمح، الزيتون، اللوز، عشان تثبت حضورها على رمال شمال سينا اللي اكتست هذا الموسم باللون الأخضر على مساحات شاسعة من أراضي كانت صفرة وبور، ونجحت سواعد الأهالي في استصلاحها وتعميرها بدعم وجهود قدمتها الدولة بعد ما وفرت ليهم طبعا مصادر الري والكهرباء والطرق. يعني واحنا بنتكلم عن هذه المشاهد زي ما احنا شايفين مع حضراتكم، مشاهد اللون الأخضر واضحة جدا حول محيط مناطق شرق مدينة العريش وقرى الطويل والسبيل اللي عادت ليها الحياة مرة أخرى، وظهرت عواد القمح والشعير تغطي مساحات من تلال وربال استصلحها الأهالي، وقاموا بزراعتها بالتزامن مع انطلاقة في زيادة مساحات أشجار الزيتون والتوسع في استصلاح أراضي جديدة. خلينا دلوقتي نعرف تفاصيل أكتر عن هذا الموضوع من المهندس عاطف مطر وكيل وزارة الزراعة بشمال سيناء. نرحب بحضرتك يا فندم وأهلا بيك معنا في التاسعة. أهلا أستاذ، كل سنة وسعادتك طيبة وكل مصر خير بإذن الله. أهلا بيك يا فندم. لو نعرف بقى من حضرتك إيه اللي حصل في سيناء، يعني اللون الأخضر اللي احنا شايفينه ده أكيد كان وراه مجهود كبير جدا. هو طبعا في بعد عودة القرى وعودة السكان فيها بدأت دعم للأهالي بشتلات الزيتون بوزارة الزراعة، مركز بحوث الصحراء، بالقوات المسلحة، ببعض رجال الأعمال، بإشراف كامل محافظة شمال سيناء ووزارة الزراعة. اللون الأخضر النهارده في تقاوي اللي وفرتها وزارة الزراعة، تقاوي القمح والشعير، ودي توزعت على الأهالي منها عقول إرشادية بالمجان وفيها كانت بالثمن، ووفرت الجرارات الزراعية لزراعة هذه المساحات. الفترة اللي جاية في تخطيط لإعادة الزراعة والحفاظ على مصادر الميه، يعني احنا في مركز بير العب بنستغل الميه اللي تم توفيرها من محطه معالجه بحر البقر، ودي وفرت 5.6 مليون متر مكعب يومي لترعه الشيخ جابر، واللي بناء عليه القياده السياسيه اصدرت قرار باستصلاح وزراعه اراضي في جنوب بير العب، منطقه جنوب الشوحط و جنوب القنطره وشرق البحيرات، يمكن هيتم استصلاح وزراعه حوالي نص مليون فدان. بالاضافه للتجمعات اللي اتعملت في الوسط، ودي حفر ابار وتوفير بيت وخمس صناديق للاستثمار، ودي طبعا كان في كمرحله اولى، وجاري استكمال المرحله الثانيه، جاري توصيل الكهرباء للتجمعات دي. النهارده وزاره الزراعه بتوجيهات القيادة السياسية بيتم دراسة منطقة رفح والشيخ زويد حاليا لزراعة حوالي 170 ألف فدان بعد دراسة كاملة للمية، عشان يبقى فيه تنمية مستدامة. توفر المية هو اللي هيتحكم في المساحات اللي هيتم زراعتها في شمال ووسط سيناء. طيب فندم، يعني واحنا بنتكلم عن تعمير اراضي سيناء وزي ما حضرتك تحدثت عن كل هذه الانجازات، في عامل كمان ايضا كان من ضمن العوامل، عوامل النجاح الحقيقه اللي احنا وصلنا لها دلوقتي، وهو المزارع او ابناء كمان شمال سيناء. ايه اللي الدوله قدمته لهم يا فندم؟ هي عوده القرى كان اهم حاجه وتوفير الكهرباء، وفي مساعده كانت من الحكومه بتوفير او حفر ابار وتوفير بعض الطرمبات وصيانه بعض الطرمبات جنب الى جنب الحكومه مع رجال الاعمال مع الجمعيات مع الوزارات المختلفه، توفير بعض الدعم. يعني احنا كنا محرومين من الاسمده، النهارده اتوفرت وقرار من معالي وزير الزراعه بتوفير سماد تلفات النشاط بعد التصديق عليه من الجهات الامنيه بنص الثمن، وده ما حصلش قبل كده لاستمادة على مستوى الجمهورية بيبقى بالثمن كامل ما عدا المحافظات اللي في شبه جزيرة سيناء، الجزء اللي يخص بورسعيد واسماعيلية والسويس وشمال وجنوب سيناء، ودعم كامل من
معالي الوزير. طبعا بنشكر حضرتك جزيل الشكر المهندس عاطف مطر وكيل وزارة الزراعة بشمال سيناء، نورتنا يا فندم، بنشكرك على كل هذه المعلومات.